الرئيس التشيكي يدعو النمسا للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا. كاردينال النمسا يؤكد أن حرق المصحف والإساءة للنبي ليستا حرية تعبير. سوريون يتظاهرون أمام سفارة سلطنة عمان في فيينا رفضاً للتطبيع. مستشفى آكاها فيينا يحصل على المرتبة 30 من بين الأفضل في العالم. ارتفاع عدد ضحايا المخدرات في النمسا لمستوى قياسي. حديقة الحيوان شومبون تعود لماضي عهدها بعدد الزوار. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قال الرئيس التشيكي ميلوس زيمان بعد محادثات مع نظيره النمساوي ألكسندر فاندربيلن بأنه يمكن للنمسا أن تلعب دور الوسيط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا بفضل حيادها. وأكد زيمان أنه لا يمكن لبلد ليس محايدا أن يلعب مثل هذا الدور، وفي المقابل أعرب فاندربيلن عن تقديره البالغ للدعم الشامل الذي تقدمه الجمهورية التشيكية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن حيادية النمسا عسكريا لا تعني اللامبالاة بالحالة الأوكرانية. أكد كاردينال النمسا كريستوف شومبورن أن الإساءة الكاريكاتورية إلى الرسول محمد أو حرق المصحف لا يصنفان على أنهما حرية تعبير، رافضا هذه الأعمال. وقال شومبورن أثناء زيارة له للسعودية: أعتقد أن الحرية الشخصية تحتم احترام الآخر وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وأن يحترم الرأي بحيث لا يكون على حساب معتقدات الآخرين. وبالمقابل فإن النبي محمد يعني لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مع الاعتبار أن هناك ملياري مسلم في العالم. تظاهر العشرات من السوريين أمس الخميس أمام سفارة سلطنة عمان في فيينا تعبيرا عن استيائهم لاستقبال السلطنة لبشار الأسد. وحسب بيان مكتوب تم تسليمه للسفير يوسف بن أحمد بن حمد الجابري، تلقت إنفوغرات نسخة منه، طلب المتظاهرون السلطنة بالالتزام بالقرارات الدولية لتحديد سبل إنهاء الأزمة السورية والانتقال السلمي للسلطة. وقد رفع المتظاهرون لافتات من قبيل لا لتعويم نظام الإجرام. يذكر أن الوقفة كانت بدعوة من تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية. حصل مستشفى فيينا العام آكاها على المرتبة 30 من بين أفضل المستشفيات في العالم من قبل مجلة الأخبار الأمريكية نيوزويك ومزود البيانات ستاتيستا. وحسب التصنيف، بالإضافة إلى الرعاية والبحوث والابتكار، ذكر الاتساق والمتانة على أنهما السمة المميزة للمستشفيات المصنفة التي تجذب أفضل الموظفين وتقدم أفضل النتائج للمرضى وأهم العلاجات والأبحاث الجديدة. وتم تقييم أكثر من 2300 مستشفى في 28 دولة للحصول على أفضل 250 مستشفى حول العالم. ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات بشكل حاد خلال وباء كورونا ليصل ل 235 حالة وفاة في عام 2021. وبحسب تقرير صادر من صحة النمسا، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرقم سيستمر في الارتفاع في العام 2023، ولكن يشتبه في وجود صلة بين الوباء والمخاوف المرتبطة به مثل الخوف والوحدة. وقال مارتن بوش رئيس مركز كفاءة الإدمان: يعتمد 0.5% من النمساويين على المواد الأفيونية وعقاقير عالية الخطورة، ونصف المدمنين
يخضعون للعلاج. سجلت حديقة حيوان شومبرون في فيينا زيادة في أعداد الزوار العام الماضي، وعادت إلى مستواها قبل سنوات انتشار فيروس كورونا. وبحسب ORF زاد عدد الزوار بنسبة 75% العام الماضي مقارنة بسنوات 2020 و2021، حيث دخل أكثر من 2 مليون شخص إلى الحديقة. يذكر أن حديقة الحيوانات الجديدة الكبيرة التي ترعى الماعز والأغنام والأرانب حققت نتائج جيدة مع الأطفال، وكان الطقس الأمثل للحديقة في الربيع والخريف الماضي عاملا رئيسيا في انتعاش الحديقة. وفعلا هي حديقة جميلة يجب زيارتها. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.